هو بقى في حاجه فيها بركه دلوقتي؟ التزامات كتير قوي، الفلوس كلها بتصير في السوبر ماركت، مش عارفين نعمل ايه. انا بعتبر اخر يوم في الشهر ده يوم 12. الحمد لله على كل شيء، بس الفلوس ما بقاش فيها بركه. ده ال 50 جنيه دول تجيب 2 حمص. الدنيا تقل خيرها. تقولش ملبوسه، انا باخد المرتب على يوم 15 في الشهر بيكون خلص. الفلوس بتطير. البركه هتعود عليا وعلى بيتي وعلى اهلي وعلى مالي، الكلام ده كله ربنا حدده لي. لو انا طلعت الزكاه يبقى ده شرط، هتطلع الزكاه بتاعت مالك وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. ما تاجلش زكاتك في بيت الزكاه، زكاتك بركه حياتك.